نعم، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى في القطاع الشرقي شرق تل أبيب تحديدا، وكل المنطقة في وسط إسرائيل إلى مستوطنات الضفة الغربية. نتحدث عن دوي صافرات إنذار لمدة دقائق لم تتوقف هذه الصافرات، والآن الأنباء تقول بأنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان حتى منطقة وسط إسرائيل، وكانت هذه المرة الثانية خلال ساعة واحدة، حيث أنه ما قبل دوي صافرات الإنذار استمعنا إلى انفجار كبير في منطقة تل أبيب وفي مدينة تل أبيب، ودون تفعيل صافرات الإنذار. القناة 12 الإسرائيلية قالت بأنه صاروخ أطلق من لبنان ووصل مدينة تل أبيب، ولكن تم اعتراضه في البحر، أي أنه سقط في البحر، لذلك لم تدوي صافرات الإنذار. أيضا الجيش الإسرائيلي قال بأنه لم تفعل الإنذارات طبقا للسياسة المتبعة، لأنه رصد إطلاق الصاروخ نحو البحر أو منطقة غير سكنية، لذلك الآن دوت صافرات الإنذار، والأنباء تقول بأنه صاروخ أطلق من لبنان نحو منطقة وسط إسرائيل. لا نعلم هل هو صاروخ أم أكثر من صاروخ، ولا نعلم هل هناك إصابات أو ليس أو دون وقوع إصابات حتى هذه اللحظة. طبعا هذه المرة الثالثة خلال اليوم يتم إطلاق صواريخ من لبنان في منطقة وسط إسرائيل. المرة الأولى كانت صبيحة اليوم بصلية صاروخية استهدفت حسب بيان الحزب أو حزب الله المقر قيادة الموساد، والآن خلال ساعة واحدة إطلاقين من لبنان نحو منطقة تل أبيب، واحدة دون تفعيل صافرات الإنذار. الآن فعلت صافرات الإنذار. بلدية تل أبيب والجبهة الداخلية عموما طلبت من البلديات في جميع المناطق وسط إسرائيل بالبقاء قرب الأماكن الآمنة، وهذه طبعا لأنه أطلقت هذه الصواريخ في دقائق متقاربة، نحن نتحدث عن عدة دقائق. أيضا الطيران الحربي، هناك تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء تل أبيب منذ الساعة وحتى هذه اللحظة، ورصدنا ذلك أيضا خلال الساعات الماضية. أيضا كان هناك تحليق مكثف للطيران الحربي لأن الجيش رفع حالة التأهب للقصوى اليوم على المستويين الدفاعي والهجومي، لذلك الآن هناك حالة ترقب في منطقة تل أبيب. أكثر من 2 مليوني شخص دخلوا الملاجئ في الساعة الأخيرة فقط، لذلك هناك حالة ذهول وتأهب حتى بين المرة. حتى الآن ليس هناك معلومات إضافية بما يتعلق بهذا الصاروخ. طبعا الصلية الأولى للصواريخ والتي استهدفت شمال مدينة تل أبيب قيادة الموساد ووحدة الاستخبارات العسكرية 8200، وقع إثر ذلك 3 إصابات بحالة متوسطة. أيضا تم إغلاق الشارع المركزي شارع 6 عابر إسرائيل من الاتجاهين لسقوط شظايا في هذا الشارع. أيضا تم اندلاع حرائق وفرق الإنقاذ هرعت إلى الأماكن المفتوحة التي وقعت فيها أو سقطت خلالها هذه الشظايا لإخماد هذه النيران. أي أنه اليوم في مدينة تل أبيب تم إطلاق 3 مرات، حتى الآن ننتظر بيانات الجيش. أي أيضا خلال دقائق هناك كلمة للمرة الثالثة خلال اليوم للمتحدث العسكري بدورنا. سنبقى في متابعة معك أريج حكروش مراسلتنا، كنت معنا من تل أبيب، شكرا لك.